اخوتي الاعزاء، السلام عليكم. نذكركم اخوتي باللي راه الحلقه هذه هي اخر حلقه غنديروا في القناه هذه. انا غنخلي لكم الرابط ديال القناه لتحت جديد الخوت اللي غنخدموا فيها. هذه القناه وقعوا لي فيها مشاكل الخوت، ونتمنى منكم تابوناو فيها بزاف. الناس اللي تعجبهم اناليز ديالي، خويا على خاطرك بغيتي تابونا تابونا، ما بغيتيش داكشي على خاطرك انا ما عنديش مشكل. المهم هذا هو اخر فيديو غنحط في هذه القناه هذه، ولقاو الفيديوهات الاخرى كلهم غنحطهم في القناه الجديده. الخوت اللي بغى يتابونا الف مرحبا، شكرا لكم بزاف. غير ما تنساوش تدعموا الحلقه بلايك، والناس اللي غيتابونا ويديروا لنا لايك باش نعرفوا شحال واحد كاين معنا. يلا شكرا لكم بزاف. هذه الحلقه هذه غادي نشوفوها الكانتي ديال نهار الجمعه 12 فبراير 2021، اللي التيب ديالها البلا 16 عاوده على المسافه ديال 2150 متر، ملعبه في لاكورت كوش ديبار ديالها مع جوج القسمين. هذه الحلقه هذه الخوت غادي نشوفوا احسن ديزونترينور في البلا، واحسن على حساب الرباحات في الكانجي، واحسن جواكه في البلاي على حساب الرباحات في الكانجي ديال اخر عام. وغادي نشوفوا البو ديال العوده، شكون اللي تزاد شكون اللي تنقص شكون اللي باقي في البو ديالو. يلا خويا بلا ما نطول عليكم بزاف، الطابلو اللي قدامنا هو ديال لي زونترينور في الكانجي في البلاي. اللي مزيان الخوت كاين هو الاونز، عنده 72 كورس 5 فيكتوار 14 بلاصي. من وراه كاين 13 عنده 65 كورس 4 فيكتوار 19 بلاصي. من وراه كاين 8 32 كورس 4 فيكتوار 7 بلاصي. من وراه كاين 7 32 كورس 4 فيكتوار 8 بلاصي. المهم الخوت انا ما نقولش لكم كلشي، تتابوناو في القناه الجديده، وديك الساعه غادي تلقاو فيديوهات اناليزين. شوفوا غادي تكون اناليز احسن من هذه بزاف، والله يسهل على كل واحد. المهم الخوت غادي نقول لكم اشنو كاين، وانت تتاناليز راسك. هنا الخوت هنا ديال لي فيكتوار، دابا هادو على حساب لي فيكتوار ديالهم في الكانتي. هنا غادي نشوفو على حساب البلاسمون ديال لي زونترينور. انت كما تشوفو كاين الان 13 والاونز والكاتورز وغادا هابط. هنا على حساب البلاسمون، هنايا الخوت على حساب لا ريوسي ديالهم، شكون عندو لا ريوسي بزاف. ندوزو الخوت دابا الطابلو ديال الجواكا، هنايا على حساب لي فيكتوار اخر عام كما تشوفوا. هادو الخوت هما الجواكا، هنايا لي فيكتوار، شنا لي فيكتوار هما الاولين هما هادو. هنايا البلاسمو ديال الجواكا من اللي تيت بلاصه بزاف حتى للضعيف. هنايا الخوت لاريوسي اللي عنده لاريوسي بزاف. ها الطابلو الخوت اللي قدامنا ديال بو ديال العودان، غنشوفو شكون اللي تزاد شكون اللي تنقص شكون اللي باغي يلعب في بو ديالو. كما تشوفو هنا اخر اللي ناقصين راه هدا 5 ناقصة منو نص كيلو على اخر مشاركة شارك في 2020 شهر 12 في دوفيل، وهاد من ورا ناقصة منو تاهو كيلو 14. وغادي هادو رانا بين نفس البو ديالهم، هنايا هادو راه زيدا فيهم هاد الكيلوات. هادو راه اول اون ديكاب غادي يلعبوها الخوت. هذا ما كاينش الخوت، غير ما تنساوش تابوناو في القناه الجديده لحقاش حتى شي فيديو مابقاش نلوحو في القناه. شكرا لكم بزاف، يلا الله يعزكم الله يعاون.